احنا الجزء الثاني من الموضوع او الاستيك ستريسز او ما يسمى كونكريت كراك. مثال الساقات 2-1 2-2 كان في حالة الكونكريت غير متشقق، ما وصل مرحلة التشقق او المرحلة الاولى من فشل العتبات. نعم، المرحلة الثانية عندما يتشقق او يبدأ يتشقق الكونكريت، نحتاج بعض هذا مثلا المقطع جزء على يتحمل الكومبريشن والستيل اللي هو ان في area of steel، مر عليكم المقاومة الان اللي هو مقياس او معيار يسمى modular ratio، او معيار العلاقة بين الحديد elasticity of steel ان يساوي elasticity of steel على elasticity of concrete. هنا الستيل يحولوه الى مقطع مكافئ area of steel ربما في ان اللي هو المعامل، يعني باعتبار يحولون المقطع من كونكريت وستيل إلى مقطع مكافئ كل كونكريت باعتبار مساحة الستيل صغيرة ضرب في المقدار ان اللي هو إلى ستي أو ستي على اس كونكريت. هاي المساحة يسموها ترانسفورم اريا أو المساحة المكافئة أو المحولة. هذا الأصلية هتكون هاي المحولة، وهذا بالنسبة للاستيل. هنا الكونكريت اف سي مقاومة الكونكريت، هنا الستيل اف ستيل على هذا المعامل اللي هو ان. هاي بحالة تشقق المقطع يبدأ يتشقق من الأسفل نتيجة الأحمال الخارجية المسلطة. نشوف شلون نقدر نوجد بعض القيم بهاي النوعية من المقاطع أو المقاطع المعرضة للتشقق أو المرحلة الثانية من فشل الاعتبار. يقول هنا مثال 2-3 calculate the bending stresses in the beam shown in figure، احسب إجهادات الانحناء العتبة الموضحة بالشكل هذا. عتبة عندك، العتبة هنا بيم كروس سكشن فور اكزامبل، هنا العتبة مسلحة اريا اوف ستيل اللي هنا 3 نمبر 9 اللي هي من جدول A2 مساحتها هذا المقدار، وأبعاد العتبة 30 مم البي والارتفاع 500، أو بعبارة أخرى الإفكتيف ديبث أو الدي 75 مم إذا البعد المتبقي 425 هو 500 ناقص 75. هاي العتبة استعمل طريقة المقطع المكافئ using the transform area method. مقاومة الكونكريت 20.7 ميجا باسكال، ال N اللي هي نسبة ال area of steel elasticity of steel على elasticity of concrete يساوي 9، وهاي العتبة مسلط عليها عزم مقداره 98 كيلو نيوتن في متر. شلون نوجد الإجهادات بهاي المرحلة تختلف عن المرحلة السابقة؟ هنا فكرة الإجهادات أو اللي هي نفس المعادلة ام واي على اي حالة الكونكريت أو ام سي ناكنسين يسموها ام واي على اي بالنسبة ستيل الان، لأن تحولت إلى مقطع مكافئ كونكريت فتضربه بالان اللي هو الاستي أو ستي على الاستي أو الكونكريت مضروبا في العزم اللي هو ام واي ام في واي على اي. بهاي المرحلة احنا اول شيء انت من حولته الى مقطع مكافئ يعني الكونكريت والستي حولناه الى ان في اريا ستي صار مستطيل اكبر مساحة ال ان في ستي ال ان هنا بالسؤال 9 منطيها في اريا اوف ستي 900 يطلع عندك 17415 مليم، وهذا مقطع الكونكريت وهذا مقطع الكونكريت العفو الستيل الكونكريت المكافئ للستيل وهذا مقطع الكونكريت. فنشوف نوجد السنترويد بهذا الشكل نفس الخطوات السابقة. انت تحتاج السنترويد الاي جروس الواي معلوم يعني بس مجرد بعد ما حد السنترويد حد الواي توب او البطن. هسه نجي كيفية حساب السنترويد هنا بهاي الطريقة او بهاي النوعية من المقاطع. هنا تاخذ عزم المساحة هاي نيوترال اكسس التوب نيوترال اكسس يساوي البوتوم، فعزم المساحة الأعلى من النيوترال اكسس اللي هي 300 في اكس هاي مساحة المستطيل ذراعه أو البعد من النيوترال اكسس اكس على 2 هاي يسار المعادلة، يمين المعادلة أو عزم المكافئ إلى عزم المساحة مساحة الستيل أو الكونكريت المكافئ للستيل هي 17415 في الذراع اللي هو هاي 425 ناقصا اكس هذا اللي هو 425 ناقصا اكس. هاي معادلة ذرة ثانية
بالدستور او باي طريقه تلقمها، عندك القيم اكس يساوي 229 او الاكس يساوي 172، فهي الحاله ياخذون الاكس الاصغر باعتبار الاكثر احراجا او كريتيكال او الحرج، فاخذنا ال 172 اللي هو ارتفاع الاعلى من النيوترال اكسس لحافه الكونكريت اللي معرض للكومبريشن زون، وإذا من الأسفل تكون 425 ناقصا 172 يطلع الرقم هذا اللي هو السنترويد للقطعة الأسفل. هذا وجدنا السنترويد لهذا الشكل. نحسب عزم القدرة الذاتي بي اتش كيوب على 12 زائد اي دي سكوير. البي للقطعة الأولى 300 في الاكس اللي هي 172 طلعت عندنا الخطوة السابقة تكعيب على 12، زائد الاريا اللي فوق مساحتها 300 في 172 في الذراع اللي هو اكس على 2 او 172 على 2 تربيع. هذا عزم المساحة الأعلى، عزم المساحة من الأسفل زائد 17409 في الذراع اللي هو 425 ناقص اكس تربيع اللي هي 172 اكس. بالنسبة لهاي بي اتش كيوب على 12 زائد اي دي سكوير، بالنسبة للستيل لا تأخذ الـ N area of steel في الذراع على اعتبار قطاعات التسلية الصغيرة المساحة مساحة دائرية وهي مقطع مكافئ، فتأخذ بهاي الصيغة N في area of steel في الذراع اللي هو 425 ناقصا X تربيع اعتيادي. هذا يطلع عزم القصور الذاتي. عندك عندنا عزم القصور الذاتي، عندنا العزم والواي كومبريشن 172 طلعت، والواي تنشن 425 ناقص 172 تعوضا بالحالتين بحالة الجهاد الكونكريت اللي هو الاعلى بهاي الحالة ام في واي اللي هي السنتر على الاي اللي هو 1.62 في 10 اس 9. هاي التوحيد يطلع عندنا جهاد الكونكريت وجهاد ستيل ان اللي هي 9 بالسؤال في العزم في ذراع اللي هو الاسفل 425 ناقص اي اكس او 172 على الـ I 1.62 مع التحويل يطلع عندك إجهاد بالستيل 137.7 ميجا باسكال. عندنا مثال 2.4 يقول determine the allowable resistance، تحسب العزم المسموح لمقاومة الستموت أو of the beam example 2.3 العزم هذا عتبة 2.3 عزم المقاوم المسموح إذا كانت الجهادات المسموحة اللي مثلا الإف كونكريت والإف ستيل، الإف كونكريت 9.3 والإف ستيل 108. هذا عكس السؤال السابق، يعني عندك الإجهاد هذا الإجهاد وهذا الإجهاد منطقي إجهاد ستيل كونكريت، يريد الألابر ريزيستنت مومنت يعني الإم يريد أو العزم، فعندك العزم شو يساوي؟ الوسطين إف سي جهاز الكونكريت في اي على واي، وبالنسبة لستيل ام ستيل يساوي اف ستيل في اي على ان في واي، وتعوض القيم الموجودة في السؤال السابق او هنا الاف كونكريت 9.3 والاف ستيل 108 والباقيات من السؤال السابق او المثال السابق يعطينا العزوم 87 بحالة الكونكريت و 98 حالة ستيل. ناخذ القيمة الأصغر باعتبار الألاوبل أو المعرضة للفشل قبل، يعني الكونكريت هنا يفشل قبل الستيل، فإذا العزم يتحمل العتبة 87.6 كيلو نيوتن. عندنا مثال 2.5 هنا مقطع ما كسر بعض الجسور اللي هو مستطيل ناقصة بفتحة ما راح تستعملوه بالجسور. يقول compute the bending stresses، احسب إجهادات الانحناء in the beam shown in figure by using the transform area method. يعني تقول لك استعمل هذه الطريقة، يعني العتبة معرضة للكراك واصل مرحلة الكونكريت للتشقق، الان نعطيك اياها 8 والعزم اللي يتحمل العتبة مقداره 154 كيلو في متر. المقطع عندنا الابعاد 150 مليم والفتحة ارتفاع 150 مليم، اريا اوف ستيل منطقية بالمثال، البي منطقي والارتفاع الكلي اللي هو 575 زائد الكفر او الافكتيف كفر من السنتر حافة الكونكريت 75 مليم. السنترويد هنا مجهول مسميه اكس من الاعلام، لان دائما بعض الكتاب ياخذ
او المصدر ياخذ الريفرنس من الاعلى ويحسب الاكس بار او السنترال من الاعلى. منهم الميكانيك كانوا يسموه واي بار العمودي، والافقي اكس بار انه ما يحتاج، لو الافقي احنا باعتبار المقطع متناظر باتجاه الاكس فيستعملون اكس للاتجاه العمودي، اكس وليس اكس بار. فتاخذ عزم المساحه اللي على النيوترال اكسس تساوي عزم المساحه تحت النيوترال اكسس. عزم المساحه اول شيء الاعلى نيوترال اكسس، عندك مستطيل، هذا المستطيل كله عزم مساحته ناقص الفتحه، فالمستطيل كله اللي هو اكس في 450 هاي المساحه، الذراع او البعد من مركز المساحه المستطيل اللي هو اكس على 2 للنيوترال اكسس ناقص الفتحه اللي هي 150 في 150 المساحه مالتها في الذراع اللي هي 150 زائدا او العفو اكس ناقصا نصف المسافة اللي هي 75 مليم. هذا الذراع اللي هو من منتصف او مركز الفتحة الى النيوترال اكسس اللي هي اكس ناقصا 75 يعني نصف 150. هذا العزم بالمنطقة الاعلى او الكومبريشن. عزم المساحة التنشن ان في اريا اوف ستيل، ان بالمثال 8 و area of steel 3276 مليم. الذراع او البعد اللي هو هذا البعد من مركز الستيل الى نيوترال اكسس اللي هو 575 ناقصا اكس. هاي تبسطها تصير بسطة الحلول يطلع معادلة ثانية هي بالدستور، يطلع قيمتين تاخذ قيمة الاصغر دائما. اذا نيوترال اكسس بلو هو هول از اسيوم، احنا فرضناها اسفل الفتحة، فاذا هي طلعت اسفل الفتحة يعني البعد 235 والفتحة 150 مليم. هذا النيوترال اكسس او السنترويد، موقع السنترويد او النيوترال اكسس. المطلوب السؤال حساب الاجهادات او البيندنج ستريسز، جهادات الانحناء اللي هو قلنا من مقاومة المواد اف سي في اي يساوي ام واي على اي، وبالنسبة ستيل ان في ام واي على اي. الام موجود بالسؤال اللي هو 145، والان معطى كذلك 8. البقع الواي حددناه اللي هو هاي بعد واحد بالكومبريشن اللي هو الاكس، والتنشن اللي هو الارتفاع الكلي ناقصا الاكس. فاذا هذا بالنسبه للواي بالنسبه للكونكريت، بالنسبه للستيل نعم 235 اللي هو السنترويد او الاكس، والاخر 595 ناقصا 235 الى 576 ناقصا الاكس اللي هو هذا الذراع الثاني. هذا بالنسبة للواي. الواي العزم موجود قلنا بالسؤال. بقى عندنا الاي او عزم قصورداتي، نعم محسوب اللي هو بي اتش كيوب على 12 على اي دي سكوير. تبدأ بالقطعة اللي هاي القطعة المستطيلة 450 في الاكس اللي هو 235 تكعيب على 12 زائد اي دي سكوير اللي هو 235 ارتفاع اكس في 450 في الذراع مربع اللي هو 235 على 2 تربيع ببعد المستطيل على المترس ناقصا عزم المساحة المستطيلة 150 في 150 على 12 زائد اي دي سكوير الاريا 150 في 150 ودي من مركز فتحة إلى النيوترال اكسس اللي هو اكس ناقصة 75 فاللي هو 275 تربيع. هذا بالنسبة للفتحة، وقلنا الفتحة المستطيل الكبير ناقصة فتحة صغيرة. بقى عندنا عزم الستيل اللي هو ان في اريا ستيل في دي سكوير، ان 10 8 بالسؤال عفوا، والاريا اوف ستيل 3267 في الذراع اللي هو البعد 575 ناقصا اكس اللي هي 575 ناقصا 235. هذا مجموع او قيمة الاي جروس اللي هو 4.36. تعوض من تحليل الاعداد يطلع عندك قيمة الجهاد الكونكريت والجهاد الستيل.